مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 73، عنوان حلقتنا الوهابية أهل بدع وإلحاد. وشفنا في الحلقة اللي فاتت إن حديث خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذ بحق الرحمن. الشيخ البراق قال بالتفويض بطريقة غير مباشرة، وإنه نقل كلام الشافعي: أمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله بما جاء رسول الله على مراد رسول الله. والإمام أحمد برضو قال بالتفويض، والشيخ صالح العصيمي قال في حديث لما خلق الله الرحم تعلقت بحق الرحمن، هل نثبت لله حق صفة الحق؟ سئل الإمام أحمد عن هذا فقال عن هذا الحديث، فقال يمضى الحديث كما جاء، أي ما صح عن النبي في هذه الأبواب، فإن العبد يثبته كما جاء في حديث النبي ويجرده من اللوازم الباطلة. لكن الشيخ الألباني كان الأذكى، وفي نفس الوقت كان أكثرهم تلاعبا بالنص. ونشوف الفيديو اللي جاي هيقول لنا إيه. هل هناك صفة الحجز لله عز وجل أخذا من حديث الرحم؟ لا نستطيع أن نتكلم في هذا الحديث بأكثر من ما جاء فيه، فنقول له لأن الله عز وجل قد أخبر بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ومجال التأويل واسع، لكننا نسلم تسليما ولا نتأول. يعني السائل بيسأل الشيخ الألباني هل هناك صفة الحجز لله من حديث الرحم؟ ويقصد بصفة الحجز صفة الحق. والشيخ الألباني رد وقال إحنا ما نقدرش نتكلم في الحديث ده، يعني ما نقدرش نقول إن النص ده على الظاهر والمعنى حقيقي. الحديث ده ما نقدرش نقول إن ليه معنى حقيقي، وهنا بيبان لحضراتكم إزاي زي ما قلت لكم مدى ذكاء الشيخ الألباني، ويقول إحنا ما نقدرش نقول بس مش إحنا نقدر نقول بس مش هنعمل كده. وطبعا ولاة الحنابلة الوهابية بيفوضوا معنى الحديث ده، يعني بدل ما يقول للشيخ الألباني احنا بنفوض معنى هذا الحديث، لا هو بيعمل كده يعني زي ايه ودنك منين يربح. يقول احنا نقدر نقول لان التأويل مجاله واسع، بس احنا مش هنقول. امال هتعملوا ايه؟ الألباني قال احنا هنا هنسلم بالنص كما هو. طب والمعنى يا شيخنا؟ راح قال المعنى ما نعرفوش، لكن نسلم تسليما ولا نتأول. طيب ما هو نفس المعنى، نسلم تسليما ولا نتأول، معناها أمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. إيه اللي في الآخر كل ده معناه التفويض؟ وشوف مع حضراتكم قال إيه ابن تيمية عن التفويض. الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن قول أهل التفويض الذين يزعمون إنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ولاة الحنابلة الوهابية اللي دايما بيقولوا إحنا سلفيين وإحنا أهل الكتاب والسنة وإحنا الأتباع الحقيقيين للسلف الصالح، لما اتزنقوا في الحديث اللي بيثبت إن لله وسط أو لله خسر، قالوا نسلم تسليما ولا نتأول، وأمنا بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وأمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وده كله تفويض، اللي هو شر أقوال أهل البدع والإلحاد زي ما بيقول ابن تيمية. وأنا بسأل ولاة الحنبلة الوهابية ليه هربتوا للتفويض؟ على الأقل الأشاعرة لما بيهربوا بالتأويل قالوا السبب، ونروح لفتح الباري عشان نعرف السبب في باب وتقطعوا أرحامكم، يقول لنا إيه؟ شوفوا معايا، يعني إيزاره، وهو المراد هنا هو الذي جرت العادة بالتمسك به عند الإلحاح في الاستجارة والطلب. والمعنى على هذا صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة. وناخد أهم جزء من تعليق ابن حجر في الشرح اللي قدامكم على الشاشة. ابن حجر بيقول حق الرحمن هو إزار الرحمن مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة. وطبعا ابن حجر هنا قام بتأويل حق الرحمن بإزار الرحمن، وفي نفس الوقت بيقول لازم ننزه الله عن كلمة حقه على حقيقتها، وما ينفعش نقول حق الرحمن هو إزاره بدون الاعتقاد إنك بتنزه الله عن الحق كجارحة. شفتوا ازاي موقف السادة الأشاعرة واضح جدا؟ بيقولوا بكل وضوح احنا بنأول اللفظ نعتقد تنزيه الله عن معنى اللفظ، ولو كان بيدل على جرح او عضو احنا ايه بننزه.
طيب ونشوف غلاة الحنابلة الوهابية بيقول على إيه نفس النقطة في كتاب تعليقات الشيخ البراق على المخالفات العقدية في فتح الباري، بيقول ولفظ الجارحة لا يطلقها أهل السنة لا نفيا ولا إثباتا لأنه من الألفاظ المجملة المبتدعة. الشيخ البراق يقصد إن غلاة الحنابلة الوهابية اللي هم أهل السنة لما يلاقوا صفة من صفات الله تكون بمعنى الجارحة أو العضو زي اليد والعين وبرضه حق الرحمن مش بينفوا الصفة دي أو يثبتوها. واحنا دلوقتي هنشوف مع حضراتكم الشيخ صالح الفوزان وهو بيتكلم عن الجارحة وتحديدا اليد، وهتشوفوا الفيديو، ولكن في تعليقي على الفيديو هنشيل كلمة يد ونحط مكانها حق أب قوين عشان نشوف ونعرف لو غلاة الحنابلة الوهابية ما فوضوش صفة الحق أو الحقوين كان هيحصل إيه؟ نشوف مع بعض الشيخ الفوزان. باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود ما جاء في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى صفتين ذاتيتين له، صفتين ذاتيتين له جل وعلا، فنثبت أن لله يدين حقيقيتين لا تشبه يدي المخلوقين، ولا نؤولهما بأن المراد بهما القدرة أو النعمة كما تقوله الأشاعرة ومن نحى نحوهم، بل هما يدان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية. وطبعا حضراتكم شفتوا كلام الشيخ الفوزان اللي بيعبر شكلا ومضمونا عن عقيدة غلاة الحنابلة الوهابية. احنا كل اللي هنعمله هنشيل كلمة اليدين ونحط مكانها الحقوين أو حق الرحمن بس عشان نشوف ايه اللي هيتغير ايه. هنقول وما جاء في إثبات الحقين لله سبحانه وتعالى صفتين ذاتيتين له، صفتين ذاتيتين له جل وعلا، فنثبت لله حقين حقيقيين لا تشبه حقوي المخلوقين، ولا نأولهما بأن المراد بهما قائمة من قوائم العرش أو الإيزار كما تقول الأشاعرة ومن نحى نحوهم، بل هما حقوان حقيقيان لله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية. شفتوا ازاي؟ مفيش أي فرق لحد دلوقتي. إننا لو شدنا اليدين وحطينا الحقوين، عقيدة غلاة الحنابلة الوهابية ما بتتغيرش وما بتتأثرش كده يعني. أمال ليه التفويض ونسلم تسليم؟ ولا نتأول وأمنا بالله وبما جاء عن بما جاء عن الله على مراد الله، وأمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وده كله تفويض اللي هو شر أقوال البدع والإلحاد زي ما بيقول ابن تيمية. ليه بترفض أقوال أهل البدع والإلحاد يا غلاة الحنابلة وأنتوا قادرين إنكم تقولوا نفس عقيدتكم ومش محتاجين لف ولا دوران؟ ودلوقتي أنا هعمل ليكم ملخص لحلقة النهاردة. الشيخ الألباني لما سألوه عن حديث حق الرحمن قال لا نستطيع نتكلم في هذا الحديث بأكثر مما جاء فيه، فنقول لأن الله عز وجل قد أخبر بذلك على لسان نبيه ومجال التأويل واسع، لكننا نسلم تسليما ولا نتأول. وابن تيمية بيقول إن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم يتبعون السنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وده اللي عملوه غلاة الحنابلة الوهابية. كده هم بقيوا من أهل البدع والإلحاد. وابن حجر طبعا هو أشعري بيقول حق الرحمن هو إزار الرحمن مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة. والشيخ الفوزان قال ما جاء في إثبات اليدين لله صفتين حقق صفتين ذاتيتين له، صفتين ذاتيتين له جل وعلا، فنثبت لله يدين حقيقيتين لا تشبه يد المخلوقين، ولا نأولهما بأن المراد بهما القدرة أو النعمة كما تقول الأشاعرة ومن نحى نحوهم، بل هم يدان حقيقيتين أو حقيقيتان لله سبحانه وتعالى ومن صفاته الذاتية. وإحنا كل اللي عملناه شلنا اليد وحطينا مكانها الحق، يعني المفروض حق الرحمن أو حقوي الرحمن حقوان حقيقيان لله ومن صفاته الذاتية. تابعوني الحلقة الجاية علشان هنستكمل مع بعض كلام الشيخ فوزان، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله.